طيب ماشي الحول خيو مسك له اللوك. شو هي شو هاد؟ حط لي بلوك مكل نوع عينه. ترجع تعمل لي افلام من اول وجديد؟ من شو خايف انت؟ من شو انا خايف؟ ماني خايف من شي. نزلون يا برادر. لا تنزل شي، وقف لا تنزل، لا تحطوا عينه ب 500 ليره. حط لي اخي خلاص بقى مره انه ياها بقى اخي. تعال اقول لك شغله، قصته قديش تدفع؟ ها هذا الشغل المظبوط. قديش عمي قديش بدك تدفع؟ ما بعرف، انت قرر انت قرر. قديش بدك يعني انت؟ قديش تدفعوا كل شهر؟ كل شهر منيح الفرقة؟ الفرقة منيح؟ مو منيح بس بدي اقبل، شو بدي اعمل؟ هذا الشغل المضبوط. هات لقلك، هات لقلك مسيك، وهي اول دفعة تمام هيك؟ يلا روح على شغلك. اطلع عمي اطلع عمي يلا يعطيك العافية. عمي بسرعة معنا بلوك. شو عليك؟ يا استاذ شفيق يا حبيبي، هذا الموجود وشو نعمل؟ شو تعمل يا استاذ حمد؟ معقول بكل الفرع ما في غرفه اوسع من هيك؟ هسه انت متضايق بس عشان الغرفه ضيقه؟ يا استاذ حمد لبين ما وصل للكرسي تبعي بدي انحشر بين الطاوله والحيط، البنطلون بيروح فيها، شو بدي اعمل يعني؟ ايوه طيب اسمع، انا عندي حل، بس بدك تنزل للطابق الارضي. ها ارضي علوي مو مهم، المهم يكون في تليفون واسع شوي. بالنسبه للتليفون بنمد لك خط تليفون ماشي الحال، ولو انت ضيفنا بس روق روق. هدي هدي. الو ايه استاذ نبيل، اسمع بتنقل مكتب الاستاذ شفيق وبتحطه بالطابق التحتاني بالغرفه الغرفه هذا. ولك ولك يا اخي انت شو بدك؟ اللي بقول لك يا اعمله، الغرفه تبع هذولاك اللي صلحوها. عيب الرجل ضيفنا. ماشي الله معك نحلت. هلا هلا بالاستاذ شفيق والله. كتر خيرك يا استاذ حمد. يلا يا رب الله يقويكم يا رب. شحلوا لافوا لافوا لافوا. سوري بدي اقترح عليك الاقتراح، شو رايك؟ قل لي شو رايك؟ شي قل لي الاقتراح بالاول بعدين بتقلي شو رايك، بركي بدك تقوصني. بقول لك شو رايي؟ لا انت اسمع رايي بالاول بعدين قل لي انت شو رايك. قل لي شو رايك؟ هات لنشوف. لا هون هذا الكلام ما لنا حقه. فوت قدامي. لا تفضل. لا والله لا والله انت علي الحرام غير فوت انت. لا خلص علي كبرت براسي بدك تفوت. فوت. امرني. تعال جنبي. لا معلش بركي شي عامل ابن العمال حط له شي بلوك بجيبته. شو رايك انا مرزوق يعني؟ شو رايك بلا عرس بلا بطيخ بلا عرس؟ شلون يعني؟ يعني نحكي مع حدا نقنعها. ايه نقنعها بتحملها بسيارة بتتسهل انت وياها بتتسهل. وبركي دان قالت لا. شو تقول لها؟ بحملها فيها بربطها بالصندوق تبع السيارة بحملها بتقول شو تقول لها؟ بصر ماي بدها تقول ايه بصر ماي. بصر ماي ما بدي. لا عمي ما بدي. بعدين بدي خليها تضل ببيتي كمان بصر ماي. ما بدي ضل طول عمري حامل الصر ماي بايدي. بس تصير جواتك بتتغير بتتغير بتبطل الدلعني هي. لك هدمك الخمسة لأنه بصر ماي قالوا ايه أكتر وحدة منهم قعدت 3 شهور. صر ماي ما بمشي حالها بهيك شغلات. بتقضي حياتك نص نهاري. معك حق طبعا معك حق، بس يعني لازم تحلوها تحلوها. محلولة محلولة لا تخاف انت. شو حلها زمان؟ شو حلها؟ مالك شايفة شلون؟ معندي معندي. لك عمي عمي خليك انت بالحبا، شو لك بالنسوان؟ قلتك الحبا بتشم ريحته من غير ما اسمع صوته من غير ما اسمع صوته بالمرة. شو بدي اسألك عمي ابو سمير، هلأ كاميرا التلفزيون بتطالع شي اشعاعات؟ بحطوا لك اضوية حواليك مشان انت تبان. شو بدي بالاضوية؟ فتح معي يا عمي ابو سمير. بتطالع شي اشعاعات نووية اشعاعات اخرى ممكن تأثر على جسم البني ادم؟ شو بعرفني انا؟ شو انا مخترعة؟ ليش عم تسأل؟ هذا يا سيدي تفضل. لاحظت لك شغلة، كأنه البني ادم بس يعمل مقابلة بيقوى عصه بيصير يضرب بكفة الميزان شمال ويمين. جميل بلا مزح، روحي وصلاني لرأس مناخيري. ايوه
وإذا مزحت بصفك هالمرة بالأواقها ها؟ إيه أواق لبرا بلا مقلوع يعني بدنا نسكر ما في فكة واعطي لحظة لحظة في فكة قديش بدها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله وينك وينك أبو سمير؟ يلا حطها عندك هذه أيوة إيه ها يعني أشرح شوي أنا ما عم أقول بدي جناح بالشام يعني بشي منه ولا كله إن شاء الله ما بتكون غير مرتاح يا أستاذ مشان شو هدول الغراب؟ لا لا هدول مشان الدلف أستاذ دلف شو؟ الدنيا صيفية مو شتوية أولا وبعدين عنا طابق أرضي من وين الدلف؟ يا أستاذ الله يعزك ما هو الغرفة صايرة تحت المغاسل يعني إيه لا تحت المغاسل لا مستحيل هذا الشيء يكون نوب شو ما عاد في حياة بنوب؟ يا أستاذ والله بحطك بعيوني بس أنا يعني شو دخلني نحن مثل ما بيقولنا الأستاذ حمد بنساوي شوف الأستاذ حمد ما بنشوف حدا أنا بنشوف الوزير شخصيا لك أنا على شعرك كنت صرت معاون وزير بتحطوني تحت المغاسل يا عيب الشوم من تحت الدلف لتحت المزراب شوف الوزير هات إيدك يا حمار تفضل معلم يا الله يا رب يا والله يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلنا لا إله إلا الله لك ها يوستايوس تايوس وها يوستايوس ها يوستايوس تايوس وها يوستايوس شفت بمنامي قرد ساحب علي فرد شفت بمنامي قرد قرد بيسحب فرد معلم لكن شو بده يسحب القرد لك حمار شو بده يسحب احكي لك شي شغله عن الحب ورد بنات صبايا اي شي معلم مثل شو يا مضروب هات لنشوف ورجينا بتعب يعني قول مثلا شفت بمنامي صبيه واقفة على الكازية صبية واقفة على الكازية لك شو بدها تعبي لك حمار شو بدها تعبي ها قول وراي ها يوستايوس تايوس وها يوستايوس ها يوستايوس تايوس وها يوستايوس شفت بمنامي تيس راعد على الفوتيس وغير لي ترلم ترلم وغير له ترلم ترلم وغير لي ترلم ترلم غيرت له ترلم ترلم لك ها يستع يستع يسو ها يستع يو أيوة ها يستع يستع يسو ها يستع يو أيوة ها يستع يستع يسو ها يستع يو ها يستع يستع يسو ها يستع يو بعت لك حمار لا هي لطيه اهلين اهلين شو من ليه ما بعرف انه انا عندي شغلات بالبيت منين اجي انا جبتهم من عند خالي جبت الاغراض عند خالي ايه جبت الاغراض معلالي ما اجيب الاغراض شو تحطهم بالمطبخ فوت حطهم بالمطبخ فوت حطهم بالمطبخ وينك يا وينك؟ عطيني الفشارة ليكي بس يعينا جوا بالفشارة عم شو عفوا في يسألك سؤال هلأ ليش عم تستخدمي كل هالغراض؟ حابة تدخلي لك بشي بطولة؟ لا مشان إذا شي واحد فتح تمه وحكى حكي بلا طعمة هرلا أسنانه رد على الموبايل الو اهلين 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 خال شلونك مشتاقين لك عم تطبخ حيطلق عليها لحظه شوي وفاء تعي ردي على خالك تعي ردي على خالك
هات. شرف خال. ألو. إيه خال. إيه لحظة لحظة، رح أحكي معك من جوا، ما بدي أحكي من هون. إيه لي. لا. ما في شي ما في شي، حطيت ايدي بالرمل احترقت شوي. ايه خالي ان شاء الله تكون بسيطة. هو يا خالي كتار غلبة. خلاص بعدين بحكي معك، مع السلامة. ورجيني ورجيني. ما في لك، ورجيني ايدك، ورجيني. يلا بسيطة بسيطة. لك شو بسيطة؟ عم تلقف نقف. شليك اشترك عليها المنور. انه بدي افهم انت ليش حطيت ايدك بالطنجرة؟ لك هاي بدها فتخبز. ايه ما بدك في عربيلي ايدي، لسه بدك تلعزيلي. انا حرقت لك ايدك، انت ليش بتكتر غلبة؟ هاي بدها قدرة على التحمل، بدها تدريب طويل. ليك اشتون حمرة من هون؟ يلا بسيطة بسيطة. ومن هون؟ بسيطة. هلا انت شو بتستفادي من الشغلة كلياتها؟ شو الغاية منها؟ تعال فرجيك. هيك هي الخشبة. هاي؟ ايه. بالإيدتين. مسكة منيح. بدك تكسريها؟ مسكة منيح. لك مو هيك، هيك بالعرض. هيك. ثبت. يا مسكة الثانية. شفت شو بستفاد؟ مسكة منيح. عود لقلك، تروح لعند خالي بتجيب لي كيس الرمل، نسيت جيبه، صار لي زمان ما تدربت، نزلت لياقتي. شو سالف؟ مشان شو كيس الرمل؟ شو نزلت لياقتي؟ بدي اتدرب على البوكس. يلا قوم. ممكن بعد شوي. قوم. بدي قوم على الحمام لانه مزروك شوي. روح. ما رجعت امبارح؟ حميلي الحمام بسرعة، الغبر علي شبر وكل جسمي عم يحكني، بعدين بحكي لك. عم يحكك؟ وليش ما تحممت هنيك؟ ولا ما كنت فاضي للحمام؟ مشان يشحطها، لأنه ما بتمشي لحالها. بيك آب معمرة، يمكن فوق عمرها شي 20 سنة. والكذاب هاني وعدني بالجيب، وعدني بجناح أحسن من جناحه. هنيك بدرعة ما بيكذبوا على فكرة، عطوني أحسن سيارة. وبيعملوا لك احسن جناح. بس بصراحه كذبه هاني ارحم من كرمون. وشو بدك تعمل؟ بدك تضل رايح جاي لهونيك؟ اعوذ بالله، بكره الصبح بدي اقدم طلب مقابله للسيد الوزير. خليه يشوف لي حلي. بده يبعث لي مدير فرع على درعا يامن لي مكتب، مو يحطوا لي مكتبي بالبريه وبغرفه الازن. بلا لك هالروح لعند الوزير، كل ما رحت بتاكل كم، ناقصنك ما منحنا؟ هالمرة على المشرمحي وما فيها مزح بنوب، بدهم يبعتوني على درعا على عيني وراسي، بس يوفروا لي شروط ملائمة لمكانتي ووضعي. شو هالحكي؟ طير اخضر طير مبرقع، طير مهدي صوب زرع بالليل يا عيني بالليل. طير اخضر ومبرقع؟ مو حلوة يعني، مو حلوة مرزوق، بعد الكبرة جبتي حمراء، بعد الكبرة عم حاجة تحط الحجة بالكبرة، بلا هي، قول لك قليل مروة وخلصنا. الله وكيلك مالي قليل مروة، مالي قليل مروة، بس يعني دور بالشوارع وأنا عم سوق طرازينة بعد العمر كله، وأنا عم سوق طرازينة، مو حلوة. ليش مو حلوة؟ خزيت العين لأنك كنت وزير أنت. ما كنت وزير، ما كنت وزير.
بس من حقي اني اعيش، ايه من حقي اني اعيش بعد ما اطلع التقاعد. ايه لك عمي، انت فكر حالك عايش عن جد؟ اوعى تقول لحدا بيضحكوا عليك، لسه مقضي لي اياها من جنب لجنب تاني لجنب تاني. لك ما زرقوا جنابك من هالعيشه؟ لا بصراحة بصراحة ايه مو مسألة حياة، مالي مستحيل. لا مسألة شو لك ها؟ مسألة شو؟ منين بدي اجيب طرازين انا؟ شو قالوا لك انه يعني البلدية عم توزع طرازينات ببلاش البلدية؟ لك الا طرازينة على سبيل المثال، شو بدك تشفش هيك فهمتها؟ ما تاخذها حرفيا هيك. هات لشوف، شو في غير الطرازينة؟ مسكليتي، عندي مسكليتي بالبيت. مسكليت؟ شو بدي بيع البسكليت انا؟ شو بدي بيع؟ بطيخ يا خنا بطيخ. عم تتمقلص؟ لك بحط لك عليها ورق انينة غاز وبتدور بالحارات بتعبي انان، هدول تبعات المتة الصغار الاناني. ما فيني مرزوق، ما فيني بستحي انا، ما فيني بستحي. مثل ما بدك مثل ما بدك. قوم لقلك، قوم بدل اواعيك. لوين لوين؟ خلينا نخلص البلوك بالاول، خلينا نخلص البلوك. لك قوم بدل اواعيك، مو مشان البيت اخذك. لوين بدك تاخده هالمرة؟ بدي أخده مشوار خليه يفضي عن باله، وأحسن ما أنه قاعد هيك مثل قفة الهم. تروحي معنا؟ لا تقبرني لا، أنا خليني هون مرتاحة. أما السيارة فقد تعطلت في منتصف الطريق لانتهاء مفعولها منذ زمن بعيد، وعندما طلبت تغيير المكتب وضعوني في الغرفة المخصصة لعدة الآذن بين قوسين مكانس مماسح. ميادة ميادة، ايه شو بدك؟ شو جمع دلو؟ ما بعرف شو بدك بالدلو. بدي اكتب له للسيد الوزير شو عدة الآذن. حط سطل ضروري دلو. برافو عليك، سطل سطل. شو جمع سطل؟ سطولة. ما بدي بالعامية، يعني ما بصير اكتب له تقرير السيد الوزير بالعامية. حط اواني ضروري سطل او دلو. واواني المسح والغسل وما شابه. وعندما اعترضت على ذلك نقلوا مكتبي الى غرفة في الطابق الاسفل. كانت إلى وقت قريب دورة صحية، والأنكى من ذلك أن الماء يتسرب من الدورة التي فوقها. يه لهالدرجة؟ تقولي عم بيزلوني حسب خطة ممنهجة؟ يعني لو أكلنا بالبيت ما كان أحسن؟ لو أكلنا بالبيت بدي أفهم بشو أكل المطاعم أطيب من أكل البيت؟ بشو أطيب؟ عمي بدي اقنعك انك مانك عايش. هلا اذا واحد ما بفوت على المطاعم بيكون مو عايش؟ بيكون مو عايش اذا ما بفوت على المطاعم. غشيم انت طبعا. لك شو صار معكم؟ اهلا وسهلا. يخلينا اياك قوام قوام كرفتو، نزلوا هالطلبات الله يسلم دياتكم. ليش كل هالقد يا مرزوق؟ ليش كل المصاري عندك تعطل هون؟ وفروا لبيتك، لبيتك وفروا. معليش ساعتين وانا اقول عمي مرزوق. ما بعرف ما بعرف يا مرزوق، انا مالي متعود فوت على مطاعم، يعني مو معقول انا فوت على مطاعم مثل الشكل. ما بتكبس نفسي، انا عم بتبغدد هون واهلي قاعدين بالبيت، انا متعود اكل انا وياهم، متعود اكل انا وياهم. ايه ليش؟ مين قال لك انه انا نسيان هون؟ معلم يعني جايين ورانا؟ مين جايين ورانا؟ لا مو جايين ورانا معلم. مرني معلم، بدي طلبية ابعتها على البيت. يعني شو بتحب املاك؟ نفس هاي التشكيلة، وشو بتحسن تزود عليها ما بيسايل. امر امر معلم. على رأيك. اهلا وسهلا تفضل. كول شباب، هالهونداي اللي برا لمين بالله؟ مور معلم، انا صاحب الهونداي، شو بدها؟ معلم تعمل معروف توصلنا هالغرضين. مشغول مو بعيد، خمس دقايق روح وخمس دقايق رجع. خلاص قوم روح مع الرجال، الاكل ما راح يهرب ما راح يهرب. ماشي يا عمي، بس هلا راح وصي كبير الكراسين يشرف على اكلك، اذا ما اكلت مثل العالم والناس بدي خليه اوصاك. الله عليك يا مرزوق، الله عليك شو نكتي.
هلا شوف لوين مشواره؟ على الدخانيه. على الدخانيه؟ لا ما بقدر على الدخانيه، تركي الرجال جوا لحاله ما بيصير. لك يستر عرضك، ربع ساعه روحه وربع ساعه رجعه. على الدخانيه ربع ساعه روحه وربع ساعه رجعه. شو علي؟ بنضرب عصفورين بحجر واحد. انا العصفور الاول، مين العصفور الثاني؟ انت الصادق، انت البغل الاول، الثاني عصفوره. تعال بلا سؤالي. حبيبي حيرني حبك حبك حيرني. يلا صباح النور. اهلا وراكم، ان شاء الله جايب لنا هيك شيء خبر دسم. ايه قررت اتاهل ان شاء الله. الف مبروك. والمقابله؟ المقابله ما عاد لي علاقه فيها، انا اللي علي عملته. طيب هذا صاحبك يعني ما بيقدر يحكي لنا مع حدا؟ ما عاد صاحبي من لما تركت المسلسل. هلا خلينا بموضوعنا. تفضل. بدي اياك تاخذ عمي ابو صالح وتروح تخطبوا لي. على عيني وراسي. ابدا بكره المساء. قلت له ابو صالح؟ قلت له. رافي يعني ما فينا نأخر هاي الشغلة تبعك لبعد ما تطلع المقابلة؟ إذا دي طلعوا المقابلة بطلعوا الصبح ونحن رايحين المساء. طيب وبركي غدرونا وطلعوا المساء؟ لا تخاف، إذا طلعوا لك يا بصباح الخير يكتر خيره. لا تشغل لي بالي ليكون بده يطلعوها. بيطلعوها بيطلعوها، عم بمزح معك. شبك عم نفسي من شبك. أخي ما بدي قبل ما تطلع المقابلة أنا ما بتحرك من محلي منوب. يا أما أجل خطبتك بعد المقابلة يا أما عفيني من المهمة. يحرق أخت المقابلة، يحرق أخت المقابلة. خلص مو اجت المذيعة، قعدت قدامها وصارت تسألك ومصور صار يصورك. شو بدك فيها لسا؟ لك شو بدك فيها لسا؟ شو بدك فيها؟ شو بدك؟ بدي سجلها مشان هالواطي جميل. الجمال اللي ساكنين اقبالك هون تعرفون؟ انا مالي ساكن هون، انا جاي وصل الاغراض بس. كاني لما حد معك موبايل في مجال نحكي تليفون؟ ايه تكرم تفضل. مطلقتي ساكنه هون، بدي ادق لها تليفون تنزل لي البنت، ما بقدر بطلع لفوق. خود راحتك ولا يهمك. عمرك لا تجيب اولاد قبل ما تتاكد انك ما راح تطلق. نمبر بزي شو بتضل طول عمرك محروق قلبك انت وامه. بدك عالم تفهم ليش شعبنا بيفهم هالشي. واحدنا بيقتل حاله لحتى يتجوز وبيبلش يبز اولاد يبز اولاد، ولما بصير عنده اولاد بيكتشف الفهمان انه ما له قدران يتفاهم مع مرته. محروق قلبك كانه ما لك اخ. هذا اللي ساكن هون جوز اختي. لا كل شهر والتاني بيكتشف انه ما له قدران يتفاهم معها. لا وعنده 10 اولاد منها كمان. اي قطع عمره في وحدة بتاخذ واحد معه 10 اولاد؟ ايش هو ملحق؟ لا الو شو بدك؟ وإذا بالحارة يعني شو المطلوب؟ هي مو هون، راحت مع ستها مشوار، ما رح يرجعوا هلا. أنا واقف قدام سيارتي ناح البيت، ماني متحرك من هون لحتى يجوا. ها ماني عم هدد، لا ما عم هدد، بس إذا طلع كلامك مو مزبوط بدي أعمل نفس الشيء بس تحكم لي المحكمة. قال البنت مو هون لنشوف. ايه سيدي شو أمرتنا؟ ما بدنا شيء منك مسامة. أعوذ بالله. هات 50. شكرا سيدي. يسلموا إيديك. عن إذنك بدي فوت أصلح ذات البين للمرة الثانية على التوالي. إذنك معك. وهي قاعدة شو ورانا؟ حق الكذاب لورا الباب. يا رب الوادي
ايوه ايوه العب هروح ايوه ايه ايه مرحبا يا انسه. اهلي. مو هون بيت السيد ابو جمال نايف ابو طاق؟ ايه نعم خير. السيد ابو جمال بعتكم هدول الوجبات، تفضلوا. من وين هدول؟ من عنا من المطعم ان شاء الله صحتين وهنا. البخشيش واصل يعني. يسلموا. من ايمتى صار ابي يبعت وجبات؟ لك جد بيه، هذا مو ابوك يا هذا مرزوق. فكر حاله بده يراضيني بالاكل. هلا فوق ما رجال عم يهتم فيكي. بدك تقولي هيك؟ واحد غيره كان دوا على غيرك من زمان. بيهتم فيني بفرنك وبهدني بعشر ورقات، شو الفايدة؟ اللي بسمعك بيقول خزيت العين عم يصبحك بقتله ومسيكي بقتله. شو بيعرفك بعد ما تصير عنده شو رح يعمل فيني؟ لك ما فينا نحكم على الرجال قبل ما تصيري عنده لك بنتي ببيته. يو إلا بعد ظني اسم لك أمي. إيه ما بنحسن نحكم عليه إذا كانت أول مرة بتصير، ما بتكفي شو قصت خمس مرات لحتى نحكم عليه. لحظة معلم إذا بتريد. أمور حبيب. شو جبت على هداك البيت؟ أكل. ومن وين؟ من وين يا حزرة؟ من وين يعني؟ من المطعم يا أستاذ. عرفت بس مين قال لك جيب؟ مين قال لي جيب؟ إيوة جوز الست وصى على الأكل وجبناه على البيت. ودخلها غالي حق الوجبة؟ لا معقول يكون من التموينات. شو قلت؟ لا عم حزق. عم قول يعني ليش عم تسأل حضرتك عن السعر يعني؟ لا 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 ما في شيء بس بركي بدي وصي يعني ممنوع شيء. لا ولو تكرم عينك يعني هدول بيطلعوا حركة 500 ليرة غير البخشيش تبعي. طيب يعطيك العافية لا تواخذنا. ما بدك توصي؟ لا لا أستاذ بأمروا لعنا على المطعم بكده من شفيك. وجبات ما؟ عم يتبرطع بمصرياتنا. من شان هيك قلت لك ما لازم نقتله حتى يرجعنا المصاري. إذا قدرت أصبر لحتى يعترف. بدك تصبر. نحنا مو بس إلنا معه دم، إلنا معه دم ومصاري. الذهب. آه من الذهب. من الذي أعطى لهذا المعدن ذاك البريق؟ ما الذي يجعل الإنسان يعشقه أكثر مما يعشق امرأة؟ لحظة شوي. خير. بقترح انه بجملة ما الذي يجعل الانسان يعشقه اكثر من هاي الجملة منشيل كلمة انسان نحط بدال الرجل. ليش شو المشكلة فيها؟ لانك عم تقول ما الذي يجعل الانسان يعشقه اكثر مما يعشق امرأة. ايه معناها المرأة مو انسان. مزبوط. شلون الانسان يعشق امرأة؟ ليش المرأة مو انسان؟ بتصوري ما حدا رح يدقق. نحن رح ندقق. ليش ما بتحطوا بدل الانسان الرجل وخلصنا؟ المشكلة انه مو المقصود فيها الرجل وبس، كمان المرأة. ليش المرأة ما بتحب الذهب؟ معناتها منقول ما الذي يجعل الرجل يعشقه أكثر مما يعشق امرأة والمرأة تفضله على كل الرجال. طيب عواد صلحها مثل ما بدون الصبايا. على رأسي رح أصلحها. يا جماعة ما عاد أقدر بحدي ريحة الغاز. منين طلع لنا مرزوق بقصة هالغاز؟ رح نختنق بدون ما نحس. بده يترزق لبين ما يصير مسرح تبعكم انت، شو بده يساوي؟ ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. لوين معلم؟ سوري راح على اساس مشوار 10 دقائق وما رجع، طالع شوفه برا اذا كان اجى رجع. بسيطه حاسب روح مالي بطول انا بس لبرات المطعم بدي اطلع لهون بس. مو مشكله نحن بنشوف لك اياه. ايه طيب بس معه هونداي. هونداي هونداي على راسي. هشام نعم صهره معه هونداي برا. معه هونداي ولا مع المراره شو بدي اسوي له يعني؟ لا يرضى عليك شوف لي اياه برا وارجع لي. ايه على راسي. تفضل ارتاح معلم. اهلا وسهلا فيك.
سهلا. الله يصلحك على العزيمة يا مرزوق. الله يصلحك. الله يصلحك. علي كل شي فيه هون دايات ما فيه. ما في هوندايات برا معلم؟ ما في هوندايات ما في. شو بعمل؟ صار رايح اكثر من نص ساعه وقال عرض شهر دقايق وما رجع لهلا. ما رجع. بسيطه، انت ليش قاعد كول انت؟ لانه سهرك وصاني. ها اذا ما اكلت اوصك. اقطع عمرك على المسحي، اقطع عمرك. مين له نفسي اكل هلا؟ مين له نفسي اكل؟ بالي مشغول عليه، بالي مشغول. بجوز يكون الطلب ابعد من اللازم، او يعني عجقه مرور معلومك. عجقت مرور مو مشكلة، مو مشكلة. المهم انه ما يكون داسه شي كميون. ايه نتخوزها نتخوزها. هو اللي بتخوزها؟ انت شو دخلها؟ هو ما بفرق معه، ما بفرق معه. انا اللي بتخوزها. انا صرنا بنص العمار يا ابا عمر العمار وساعته. شو لساتك هون؟ ايه والله لساتني هون. زكاتك فينا نستعار موبايلك مرة تانية؟ ايه تكرم تفضل. اصلحت ذات البين؟ اصلحت اصلحت من هون لبكرة الصبح. بكرة الصبح بيرجع بيختلفوا مرة تانية. بسيطة. لا الو ماني متحرك من هون لو بدي ضل 10 ايام لحتى تنزل البنت. ماني عم اقول كذابة، ماني عم اقول لك كذابة، بس عم نبيك. تفضل يسلم. تحياتك. الو مرحبا رجاء، ماما لساتها عندكم؟ ايه لو سمحتي. الو ماما جيبي هي متعو بسرعة على البيت. مرزوق تحت بده يشوفه مو مصدق انه انتم مو بالبيت. شلون يعني عمره ما يشوفه؟ بكرة بيعجزني بس ما تحكم له المحكمة. طيب مع السلامة. شو بده منك رافي؟ وليش لحتى اليوم تحديدا سأل عنك؟ وشو عرفوا انه هديل اتطلقت؟ ما عارف شو شايفنا حاطين اعلان انه هديل اتطلقت. يعني بجوز قال لحاله اجته الفرصة. فرصة شو؟ يعني قال لحاله انه هديل طالما يعني بركي بيتقدم لها بيطلب ايدها. لا مو مشان هديل جاي، قاصدني روح اخطب له انا ابو سمير بكرة. ها ليش لقى عروس؟ ايه لقى وابوها ابصر شو بيشتغل. تصور قال بتشتري الحارة كلها وبتدفع بخشيش، هذا كله مكتر ما معهم مصاري. وين بتناوينا؟ بكرة. من بيت مين البنت ما قلها؟ من بيت أبو قطرة. وين ساكنين؟ بشارع بغداد حوالي مستشفى الهلال. جميل؟ ليش كتر الأسئلة هاي؟ رصنا ابو صالح لا تبلش تظن الظنونة. ابو صالح حبيبنا في إلنا عندك خدمة وطلب. تكرم عينك اطلب. بدي اخلص من هي اللي عندي. اخلص؟ شو انا كامشك شي؟ هي ما رح تطلق، بدي اضطر انا اللي طلق. ساعتها بدي اخسر اللي فوقي واللي تحتي. وشو المطلوب مني؟ بدك مصاري؟ بدينك تكرم عينك. لا لا ما بدي مصاري، بدي اياك تروح معي. لوين؟ رافي شب سنبتيك وحليوه ومدلل والف وحده بتتمنى صرمايته. انا هاي فرصتي. بدك ياني روح معك لعند هاي اللي بدي اخطبها رافي؟ انت واحد ما فيك دم بنوب. لك الرجال اصدر روح اخطب له ومروح اخطب لك الك؟ لك عيب عليك عيب.
لا تكبر وتفنجير، الله يخلي لنا يا اخ. لا تروح معي اذا بدك، اعطيني العنوان بقول لحالي. البنايه الثانيه قبل مستشفى الهلال، وغير هيك ما بعرف. بعدين بالاخير لو بعرف ما رح اقول لك. لك شو شايفني بنا وينا؟ بس يدرى رافي لا تقول له انه انت خبرتني، بيحقد عليك طول عمرك. ها اترك علي، انا بخبره بقول له صدفي. شو يعني؟ بعد ما سكر من هون رايح اتعرف على الجماعة. جميل، بدك تزعل زعال، بس هي اسمها وطاوي. طول بالك ها، ليك ابو صالح مرت عيني منك. طول عمرها جوازي اسمي ونصيب، واذا هي البنت نصيبها رافي ما في حدا بالدنيا ممكن ياخدها الا رافي. عدم المؤاخذة احيط، بدنا نسكر. اكيد نحن ما رح نلاقي احسن من الدكتور رأفت عريس لبنتنا. شوف سبحان الذي خلقه على المبسم مثل بنات البيت، بس مع ذلك لازم نشاور. نحن مو جاي ناخذ جواب هلا، خذ راحتك وشاور اللي بدك تشاوره، بعد جمعة زمان نرجع عندك. على بركة الله. نحن متأملين ما تردونا خايبين ها، لأنه الدكتور موافق على العمياني وكل العالم بتحب بأخلاقه. إذا قالوا نصيب عنا ما بيصير إلا الخير. إن شاء الله خير. الله معك. الله معك. شاور مين ما كان بده يشاور؟ يقول ايه بقى وخلصني. شاور لسه بيشاور لكل الناس. كان جاي الدكتور رأفت يخطبك. ايه وشو قلت له؟ شو بدي اقول له يعني؟ بدي اشوف عمي. مخطوبة انت لابن عمي من هون للخميس، اذا ما قرروا رح اقول له لابوه لرأفت ايه. يعني يا ابي ليش لا تشاور عمي؟ ما في داعي، خلص قل له ايه بدون ما تشاور عمي. لا في داعي، منقول للعالم ايه وانت مخطوبة لواحد تاني؟ يا ابي انا مخطوبة له، بس هو مو مخطوب الي ولا حتى شايفني ولا بيسأل عني. يا ابي بدون ما تشاور عمي قل له ايه لابو رأفت، ما بده الشغلة. ولي سميرة، ليكون هذا الدكتور رأفت عم يجي لتحت الشباك او عم يتصل. اعترفي. اعوذ بالله يا ابي، ما بعرف كيف شكله، بس أنا مليت من مخلص، مليت. ومع ذلك لازم نشاور بيت عمك قبل ما يعطونا موافقتهم. ما فينا نقول لحدا إيه. أهلين أهلين أهلين. يجب وقتك مسكة. أهلين وسهلين. مسكة. شلون تمرين؟ تمام. عم صارت قوة ضربتي 30 كيلو ما شاء الله. قولي واضح. وينك؟ ايه انت جاي لعندك مشان اسالك، مشان ما تقولي يعني ما سالني. رايحه شي محل اليوم المساء؟ لا خير ان شاء الله، في مجال روح مع الشباب رفقاتي نتحشى انا وياهم برا بعد ما سكرت الدكه. الو شباب. هدول نفسون. الو شباب. ايوه هن بعينون. مين هن؟ يا ربي لحظه شوي خليني فهمك. هدول الشباب رفقاتي من ايام المدرسه، كل فتره وفتره بنتذكر بعض بنطلع نتعشى سوا. في مجال؟ وليش؟ اجيت شخصي؟ كنت اتصل، ما في داعي لهالشيء. والله وجعتيني وحياة الرب. عفوا. اسفة. انا شو عملت لك طيب؟ اسفة. يا رب تضربيني على خوفي. اسفة. اسفة! ايه خلاص شبك، ليش هيك عم تعيطي؟ اضربيهم وهون وعديهم وعديه اذا بدك، بدي اضربيهم وردي طيب. وانا تعصرتي على خليلي ياكي. جاي لهون بدي البس ثيابي مشان لانه الجماعه اكابر. في مجال؟ جماعه اكابر بس انت الوحيد المجنط بين رفقاتك كلهم. مثل ما بدك. لا وينك؟ صحيح تذكرت انا ما كنت مجنط، انا كنت اشطر واحد بالمدرسه وعلى طول اطلع الاول، بس صفنت بيني وبين حالي، قلت شو بدي استفاد بعد ما اخذ البكالوريا؟ يعني شو ولا مش بدي اطلع وزير؟ شو يعني وزير؟ مثل بعضها. قلت لحالي وينك يا ولد بتعلم كار الحلاقه اربح واحسن، لانه انا ورايي. اطلع البس اوايك. شو هالجوازه؟ لك شو هالجوازه؟
مرحبا مرتخي. اهلين اهلين ابو خالد اهلين. حماتك بتحبك، بدي ذوقك اليوم بالتبوله. طمني شلون عروستنا؟ جاي مشان عروستكم. يمكن بطلت عروستكم. شو عدا ما بدا؟ شو عدا ما بدا؟ انا وصلنا بالتلفزيون، خلينا نفهم من اخوك عم يحكي. ليس خيو، بصراحه نحن صبرنا قد ما قدرنا. البنت هلا اجى نصيبها، ومع هيك قلت لازم اجي خبركم مشان ما تقولوا بعدين. شو ما نقول شو؟ انا ما اعطيته كلمه للرجال، ادفته لبعد اسبوع. قلت بيجي بسالكم اذا مخلص بده البنت مشان نقول لا، ما بده مشان نتوكل على الله. شو بده ما بده؟ غصب عنه بده، مو على كيفه. صار للبنت مربوطه عمر على حسابه، مشان بالاخير يجي يقول ما بدي. بده طبعا. يعني اذا ما بدكم محرجين ما في مشكله بننهي الموضوع. شو محرجين؟ قال ما بدنا نحنا، مو بس بدنا ومستعدين كمان، ما منفلت سميرة لو شو ما صار يصير. معليش، بكافة الأحوال سألوا مخلص، بركي مصمم على رأيه وما بده إياها. ما في سؤال، بس يجي قبل ما يوافق ما حينزل الإشاط من إيدي. عم تتابع صباح الخير؟ لا، بعد ما اتصلت ما عاد تابعته. تابعه كل يوم، لأنه بأي وقت ممكن تطلع المقابلة حتى ما تروح عليك. ها دخيلك، شو راي علي مليون ليرة؟ كرهت العالم ببرنامج صباح الخير من كتر ما صرت موصيهم. بكرة إذا عرفوا ببطلوا يطالعوا لك المقابلة. شو فيها إذا وصيت؟ مش رضا؟ خلاص حكيت أول مرة، اللي بده بيتفرج، مو ضروري تضلك تزن تزن لحتى العالم تتعوز إذا حدا إلا صباح الخير. بشرفة الواحد بيجوز حتى يرتاح ولا يجيب العلة لقلبه. أخي لا تزعل مني، أنت العلة مو أم سمين. شوف عم شد ظهري بمين أنا التاني. ان شاء الله بيعبشني هالوش. اشتقت لي. انا اشتقت لك كثير، ليش ما بتجي لعندي؟ كل ما بقول بدي اجي لعندك بتصير معي ظرف بيأخرني، بس خلص رح اخذك تعيشي معي هلا. اشتاق لاخي عماد كثير، ليش ما جبته معك؟ مالي عرفان انه جاي لهون، لو عرفان انه جاي لهون كان جبته معي. خلص رح اخذك معي هلا. لوين بدك تاخذها مرزوق؟ بدي اخذها تشوف اخوها عماد وتتعرف على اخوها وائل، لسه ما بتعرفه، برجعها. بس ما تتأخروا. لا لا تهكلي هم. قوام بابا قوام. تسمعي عمرو ديار؟ عندك